مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية أخرى يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا. وبعد، أحبتي في الله، فحي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك نتدارس سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا يوم القيامة معه في جنان النعيم، إنه سميع قريب. عندما قال: رأيتك تلبس النعال السبتية، قلنا أن السبتية فصل ذلك، أي التي يعني سيدنا ابن عمر قال ليس لها شعر، فهذا فسر معنى السبتية. وسبت هو نسبة إلى جلود البقر، كما نقل ذلك الباجوري رحمه الله تعالى. عندما قال ويتوضأ فيها، ليس معنى ذلك أنه يغسل القدم وقدمه في النعل، لا، إنما يخلعه فيغسل قدمه ثم يعيده إلى النعل، لأنه عندنا دائما النصوص الواضحة أن الغسل يكون كامل القدم، فلا يجوز لبس النعل وغسل القدم في نفس الوقت، لا، وليس هذا فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. إنما يحمل هذا المقصود ويتوضأ فيها، أي أنه كان يلبسها عندما أراد يتوضأ، فكان يغسل قدميه ثم يعيده إليها. فأنا أحب أن ألبسهما أو أن ألبسها اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وكان، قلنا، أنا ممكن قلت لكم من قبل، لم يكن أحد يتتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله كلها مثل سيدنا ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا تتبعت الأحاديث التي جاءت عنه في تتبعه لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، سترى العجب العجاب وقمة الأدب رضي الله عنه وأرضاه. حتى تكلم عليه من تكلم من الفرق الضالة وقالوا: اجتهد فأخطأ، والعياذ بالله، صاروا هم أعلم بسيدنا ابن عمر. ثم قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤامة. التؤامة أو التؤامة، هذه ليس مد، هل عندكم ضبط كيف تقرأ؟ توأمة. عن صالح مولى التوأمة أو التوأمة بالأحرى، الكسر مضبوط عندي بالكسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان بن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفين. يقول الإمام الباجوري: مخصوفين مخروزتين، بحيث ضم فيهما طاق إلى طاق، يعني داخل النعل، من الخصف، وهو ضم الشيء إلى الشيء، القصد هذا في اللغة. وبه رد على من زعم أن نعله صلى الله عليه وسلم كان من طاق واحد، لكن جمع بأنه كان له نعل من طاق ونعل من أكثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له نعل واحد، إنما أكثر من نعل، واحد بطاقين والله تعالى أعلم، وواحد بطاق واحد.
ويؤخذ من الحديث جواز الصلاة في النعلين لكن إذا كانتا طاهرتين، جواز الصلاة بالنعلين. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما، وفي رواية لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، بفتح العين وبكسرها روايتين. يكره ذلك من غير عذر، أن يمشي الرجل بنعل واحدة والقدم الثانية حافية، هذا مكروه، والكراهة تنزيهية. هذا كلام الإمام الباجوري يعني على مذهب السادة الشافعية، والله تعالى أعلم أيضا على مذهب السادة الأحناف أنه كراهته تنزيهية ليس أكثر من ذلك. لماذا؟ لما فيه من المثلة وعدم الوقار، فيه ليس فيه وقار، يعني أن يمشي بنعل واحدة، والمسلم دائما عزيز، دائما مكرم ويهتم بمظهره، فإما أن تمشي بنعلين أو بدون. إضافة إلى أن الإمام ابن العربي والله تعالى أعلم نقل ذلك الإمام الباجوري، قال: لأن ذلك يشبه مشية الشيطان، يشبه مشية الشيطان بنعل ودون نعل. ابن العربي هنا ويقصد به والله أعلم صاحب أحكام القرآن المالكي وليس الإمام محي الدين ابن عربي، والله تعالى أعلم. طبعا هنا مسألة فقهية، إذا إنسان حصل معه أمر فمشى خطوتين هل هذا يحمل؟ نقل الإمام الباجوري قال: ومحل النهي عن المشي في نعل واحدة عند الاستدامة، أما إذا مشى يعني خطوة أو خطوتين فلا كراهة في ذلك، فإنه ليس بقبيح ولا منكر. لينعلهما جميعا أو لينعلهما جميعا، قلنا هنالك بالفتح وهنالك بالكسر، أي لينعل القدمين، يلبس النعل. ثم قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه، أي نفس الرواية. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام الترمذي، يعني الرجل هو الذي ذكر ذلك المصنف، بشماله، أن يأكل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، فالمعنى واضح نفس الكلام. ثم قال: حدثنا قتيبة عن مالك، تحويل السند، وحدثنا إسحاق، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. الآن هذه السنة، هذه تطبيقها يجب أن نطبقها، نحفظها ونطبقها. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. الإمام الباجوري رحمه الله تعالى يقول: لأن التنعل من باب التكريم، التنعل من باب التكريم، واليمين لشرفها تقدم في كل ما كان من باب التكريم مطلقا، إن كان القدم أو إن كان اليد تقدم دائما. عندما قال: وإذا نزع فليبدأ بالشمال، هنا أيضا لأن التقديم للنزع فيه تقليل من التعظيم، فينزع بالشمال أولا ثم لكي تبقى اليمين أكثر بقاء يعني وشرفا، آخر شيء تقوم من مقامها. الإمام الحكيم الترمذي وليس أبو عيسى الترمذي صاحب كتاب في الأصول، تذكرون نوادر الأصول أو نوادر الأصول، هذا الحكيم الترمذي، عندنا أبو عيسى الترمذي وعندنا الحكيم الترمذي، صاحب نوادر الأصول اسمه الحكيم الترمذي، يقول كلاما جميلا
قال: اليمين مختار الله ومحبوبه من الأشياء، فأهل الجنة عن يمين العرش يوم القيامة، وأهل السعادة يعطون كتبهم بأيمانهم، وكاتب الحسنات على اليمين، وكفة الحسنات في الميزان على اليمين، فاستحقت أن تقدم اليمين. وإذا كان الحق لليمين في التقديم أخر نزعها ليبقى ذلك الحق لها أكثر من اليسرى. هذا كلام جميل، يعني لطيفة جميلة من الإمام الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره صلى الله عليه وآله وسلم. التيمم في كل شيء. رضي الله عن الصحابة وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية، حدثنا هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان له، قلنا، قبالان، سيدنا أبو بكر وعمر أيضا على نفس نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. من جاء فغير؟ سيدنا عثمان. قد يقول القائل: لماذا غير؟ هذه بدعة. من يطعن بالصحابة الآن، فرقة أخرى، من يطعن بالصحابة. خالف النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهره هكذا، لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يبين لنا حكما بعد ما فعل سيدنا أبو بكر وعمر، لكي لا يظن الناس أنه لا يجوز لبس النعل إلا بقبالين، فعل ذلك سيدنا عثمان ليبين أنه يجوز أيضا، وأنه كان موجودا مع النبي عليه الصلاة والسلام من يفعل بقبال واحد، وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له قبال واحد. يقول الإمام الباجوري: ليبين أن اتخاذ القبالين قبل ذلك لم يكن لكون اتخاذ القبال واحد مكروها أو خلاف الأولى، بل لكون ذلك هو المعتاد، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورق، أو عفوا من ورق. ما الفرق بين الورق والورق؟ فرق كبير. الورق هو هذا الورق، أما الورق الفضة. أحسنتم. وكان فصه حبشيا. قلنا الورق الفضة، خلاص انتهى شرح الحديث. الفص ما ينقش عليه اسم صاحبه، لأن معدنه كان بالحبشة، معدن الفص، عندما قال فصه حبشيا أي المعدن كان في الحبشة، فإنه كان من جذع بفتح الجيم وسكون الزاي، جذع، وهو خرز فيه بياض وسواد، أو من عقيق، ومعدنه بالحبشة. هذا كلام الإمام الباجوري رحمه الله. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي الآن وصف تفصيلي له، وكيف كان، هل كان يلبسه أم لا. قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة. الآن جاء التفصيل، ورق من فضة، فكان يختم به ولا يلبسه. وهذه مسألة أظن فقهية عند الأحناف والشافعية، عندنا أظن يكره لبس الخاتم الفضة، عند الأحناف مكروه، عند الشافعية لا، سنة، خلاف على فهم الحديث. هؤلاء لهم رواياتهم وهؤلاء لهم رواياتهم.
يعني عند الأحناف مكروه لكن عند الشافعية سنة، فلا ينكر أحد على أحد. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد وهو الطنافسي، حدثنا زهير أبو خثيمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة، فصه بعضه، يعني لا يعني بمعنى فصه منه أي بعض منه، ليس قطعتين، إنما كله قطعة واحدة ليس مركبا، الحلقة قسم والخاتم الفوق الذي يختم به قسم، لا إنما كله قطعة واحدة لم يكن مركبا. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. عندما قال إلى العجم يقصد إلى ملوك العجم، ليس العجم يعني مطلقا، إنما إلى ملوك العجم وزعمائهم. والعجم قلنا يشمل كل من هو ليس بعربي، يعني الفرس، الروم، كل من ليس بعربي يطلق عليه اسم العجم. قيل له، أي عند رجل من قريش: لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، أي نقش خاتم. لماذا؟ لأن هذا يسور إلى نفس الشك، هل هذا الكتاب صحيح؟ هل هذه الرسالة صحيحة من صاحبها أم مزورة أو غير ذاك؟ فهذا أحرى للتصديق، ولكي يشعر أيضا من باب آخر من يأخذ الرسالة بالتعظيم، عندما يكون لها خاتم يكون هنالك لها تعظيم، وهذا معروف عرفا، حتى كل رسالة عليها ختم تعظم. فاصطنع خاتما، أمر أن يصنع خاتم. من الذي صنع الخاتم؟ يعلى بن أمية هو الذي صنع الخاتم. فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، لأنه كان من فضة، فكان يرى بياض الخاتم في كف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: محمد سطر ورسول سطر والله سطر، لفظ الجلالة الله. الآن ضبط الشكل التشكيل هنالك أقوال فيها، لكن أيسر ما قيل: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك ضبط على أنه كل كلمة بنفسها مبتدأ وخبر، نقل ذلك الكلام الإمام باجوري، لكن لا نريد أن نفصل في هذه المسألة لكي نمشي قليلا. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أو الجهضمي أبو عمرو، حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما حلقته فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا الآن إلى الحديث التاسع 93 عندما قال: حدثنا إسحاق بن منصور. نقف هنا بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، ويزيدنا علما وفقا في الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اغفر لنا وتب علينا وارحمنا، وإلى غير بابك الكريم لا تكلنا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله.